الرفع من وتيرة المتابعة القضائية ضد مسؤولين كبار في النظام السابق تورطوا في قضايا فساد لم يثني الشعب الجزائري عن مواصلة مسيرته السلمية، فالشوارع امتلأت مجدداً في الجمعة 18 بمختلف ربوع الوطن. حراك متواصل وأخذ طاقة وقوة أكبر، لأن كل محاولات تقسيم الشعب ستنتهي في الفشل. الجزائريون الآن واعون جدا أن مصيرهم في الوحدة وفي التماسك وفي الأخوة. بقيت المطالب نفسها: التغيير الجذري وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة دون الوجوه القديمة ولا تتولاها الإدارة. بنظري هو انتخاب رئيس بطريقه ديمقراطيه يرضي جميع الجزائريين. ليه نديروا الفاسدين في الحبس المؤقت في انتظار يعني نحقوا عداله مستقله. تغليب الحكمه والمصلحه العامه من خلال التمسك بالوحده الوطنيه هو ما تلتمسه وانت بين هؤلاء المتظاهرين، فالشعب الجزائري خاوة هو شعارهم لتحقيق تطلعاتهم للتغيير. خاوة l'Algérie unie indivisible. On est tous frères, personne ne peut nous séparer. 4 أشهر ويزيد حقق فيها الحراك بعضا من أهدافه، لكن المبتغى هو الوصول إلى صناديق اقتراع شفافة تكون فيها قوة الصوت الانتخابية الفيصل في اختيار رئيس جديد للبلاد. الله يجيبنا العباد الصالحين يصلح البلاد والولاد يا رب العالمين.